كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيد تارو كونو وبزيارته لمملكة البحرين، مشيدا معالي بالمسار المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، منوها إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يدعم مصالحهما ويؤدي إلى تعزيز التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عبر معالي السيد تارو كونو عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين ولقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدا تطلع اليابان إلى تطوير التعاون المشترك مع مملكة البحرين إلى آفاق أوسع في كافة المجالات وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.